بعد ذلك كشف أسود الكاميرون عن مخالبهم. والفرنسيون لعبوا على كل نغمات السلم الموسيقي لعواطف الناس في ضربات الجزاء. والإيطاليون الذين حولوا الفضيحة إلى المجد. يكمن جمال كأس العالم فأنه وحد بين الأقطار حيث فشلت السياسة بذلك. كان حائط برلين ما زال قائما عندما التقى فريقاهما في نهاية عام 1974، وقد فازت ألمانيا الشرقية 1-0.